والدة جيسيكا عزار الشقراء تنافسها جمالاً في أحدث ظهور، إطلالتها باللون الأحمر خطفت قلوب الجمهور. لفتت والدة جيسيكا الأنظار إلى جمالها، أطلت مرتدية فستاناً ناعماً باللون الأحمر والجمهور يشيد بها. تصدرت والدة الإعلامية اللبنانية جيسيكا عزار اهتمام المتابعين خلال الساعات الماضية، وذلك بأحدث ظهور لها من المكسيك. وفي التفاصيل، فقد نشرت جينيفر عزار شقيقة جيسيكا على صفحتها الخاصة عبر إنستغرام مجموعة صور لها مع عائلتها خلال حضورهما مناسبة خاصة في المكسيك. وكان من بين هذه الصور واحدة تجمعها بوالدها ووالدتها، إذ لفتت الأخيرة الأنظار بإطلالتها الجميلة باللون الأحمر، وأكد الكثير من المتابعين على أنها تنافس ابنتيها جمالاً. ومن ناحية أخرى، فإن الإعلامية جيسيكا عزار تنتظر مولودها الأول من رجل الأعمال اللبناني محمد صوفان، وكانت استعرضت حملها بصور شاركتها على صفحتها الخاصة عبر إنستغرام، معربة عن فرحتها الكبيرة وحماسها لاستقبال طفلها. ونشرت مؤخراً لمناسبة رأس السنة صوراً لها على صفحتها الخاصة عبر إنستغرام، ظهرت فيها مرتدية فستاناً باللون الأسود استعرضت فيها بطنها المنتفخ. ونشرت أيضاً لمناسبة عيد الميلاد صوراً تستعرض فيها حملها، وعلقت بالقول: هذا العام أحظى بأجمل هدية عيد الميلاد، ولا يمكنني أن أكون أكثر امتناناً، لا أستطيع الانتظار لمقابلتك الصبي الصغير. يشار إلى أن الإعلامية جيسيكا عزار كانت تحدثت في مقابلة مع مجلة لها عن اللقاء الأول الذي جمعها بزوجها محمد صوفان، إذ قالت: اللقاء الأول اتسم بسحر خاص، تعرفنا في سهرة جمعتنا، ثم جاء محمد على الفور وجلس إلى جانبي وراح يحدثني كأنه يعرفني منذ زمن بعيد، فارتحت إليه وشعرت بأنني أعرفه من زمان. العلاقة بيننا محكومة بكيمياء لا مثيل لها منذ اللحظة الأولى. وكشفت جيسيكا عماذا تحب في زوجها قائلة: أحبه بكل تفاصيله، وأحب كيف يحبني ويهتم بي ويحترمني ويثق في ويقدر عملي ويدعمني في كل خطوة، وهو يحب في وقوفي إلى جانبه وعشقي الكبير له، علاقتنا مبنية على الصراحة والثقة. وكذلك تحدثت جيسيكا عن اختلاف الدين بينهما، إذ قالت: الدين لا يفرقنا بل يجمعنا، نحن في القرن 21 ولا يزال الناس يتحدثون وكأننا في العصور الوسطى على مشارف حروب دينية ضروس، في وطن تعيش فيه جماعات من 21 طائفة تحت سقف دستور واحد، من الطبيعي أن يتقابل أشخاص من طوائف مختلفة فيتحابوا ويتزوجوا، هذا هو التعايش الحقيقي. أنا فتاة تنحدر من عائلة مسيحية منفتحة على الآخرين بغض النظر عن دياناتهم وطوائفهم، ولديها أصدقاء من مختلف شرائح المجتمع، ولم تعارض عائلتي زواجي من محمد إطلاقاً.